الو مساء الخير نار معك. لو سمحت لي معك حقوق اثنين فراخ ثلاث سمكات كبار وكثر سلطات ورسل الحاجات مع سالمه. خليك يا باش شكرا يا سالم حبيبي. ما كان في الدنيا ضيق ومظالم بس لو نسمع مرة سالم أيوة سالم ده من زمن حالم بس لو نسمع ليش ما نسمع مرة سالم أيوة سالم ده من زمن حالم طيب ونزاهة حنان ومكار يا ريت العالم مرقيقة عنده ومرقيقة مرقيقة ما عنده مبدس القول ما بخاف من زول مبدس القول ما بخاف من ظالم لو نسمع مرة كلامه الطالم الدنيا بتصبح مخمل ناعم كلامه الطالم يلا نسبح كلنا سالم عمكم سالم جاء بالمكتوب الجوبي ايوه اديك التاج يا طالب بتاع اهله بتاع لذيذ ايه الدار دي كان ها الدار زي دي كيف معك ما لذيذ دي اديك دي هاك دي انا دار دي ها يلا اقتله هديك واحد ثاني الدار دي سيبته ها هاك واحد ثاني خلاص تسوقي؟ لا لسه بدري عليك شوفي عشان تسوقي انت لازم عمرك هون 18 سنة بعد ما عمرك يبقى 18 سنة تقوم تخشي محلة قانونية بيتعلموا فيها القيادة يقوموا ناس المحلة القانونية طلعوا لك رخصة بتاع 3 شهور عشان تتعلمي بعد ذاك شنو بعد ما تتعلمي بعد 3 شهور يقوموا يسوقوك ودوك ناس المرور يمتحنوك احتمال تنجح احتمال ما تنجح لو نجحتي هيقوموا يدوك رخصة تتم بعد ذاك تسوقي تقول لي يا بابا اعمل ذا كله واقعد لي الوقت ده هون بتلاحقي شنو؟ سكة خلونا اسوق فيها شنو؟ ما هو ده الموتور انت بتعلمني؟ لا لو سوقت هسي في خطر عليك وعلى الناس راح جوا اصلاحها طويلة الزيت لا سالم ما خلقتني يا اخ ما ركيت بدري كده ما حد سيف عايز سيدة اها حدد الفايز كيف؟ نعبر قبل الصبح يولع احمد كويس جدا انه ناس الشارع فاضي يلا انا حسب واحد اثنين ثلاثة
واحد تصلح المواطر، اثنين قيمة الوجبات اللي كشحتوها في الشارع دي مخصومة منهم، ثلاثة خصمي أسبوع من المرتب، أربعة ما في حافز، سبعة يا عريس خمسة وستة وين؟ ديل سريات. طيب فضل شنو في المانيوم؟ ما الحمد لله ما رفضتكم؟ والله يا ريس احنا ماشيين بالراحة في أمان الله، يعني ماشيين في شغلنا، بس فجأة نصطب ولا احنا؟ يعني الاسطوب ده جنة؟ بعدين الطلبيات دي مسؤولية سالم، وين سالم؟ ما عارف من وين هذا. المهدر وينه؟ المهدر ده ما دخل ديون؟ هاي؟ هنا برضه ما في؟ أكون ما جيت بيه يا ربي؟ يا أخي متأكد جيت بيه بعد العار الخوزة؟ هاي؟ يا رب يا إصلاح! إصلاح! أخوانا؟ المهدر ده يكون رجع على المطعم براو؟ يكون جنة والله؟ ما مشيت انت لسه؟ اصلاح الطويله انت شلت المودر؟ شلت المودر كيف يعني؟ لميت انت؟ المودر ده كنت طار وين؟ قلت لك يا هاشم ما شفت المودر جاي جاي؟ المودر جاي هنا كيف يا غالي؟ جاي هنا كيف وانت ما سايقه؟ ايش طار ده ولا شنو؟ اصلاح الطويله ما تتكلم يا اخي؟ نقول شنو؟ اساسا خليته برا ليه؟ ما خليته برا، انا ما خليته برا، انا دخلته جوا البيت عشان اعرف حاجات زي دي تحصل. انت يا سالي ما جيت دوخ خالص كده يضرب الناس الشغل. ما جيت دوخ كيف انا منزل جن ولا شنو؟ انا شفته بعيني ما شفت كيف. الله يسامحه. اسمع ده ما موترك؟ بيجي يوم موتري لكن موتري ما جرى كده. يعني سالي نايم ولا شنو؟ انا لا اقل شيء. شوف لنا طريقة معاه. يا شوف لنا طريقة معاه، مش معاه ولا عدت ولا بقدر ادفع القروش بتاعته دي كلها ولا الله قال يا زول هاي. يا اخي مش اخير من الرفدية؟ ده كله هين. الكلام محاضر السالم. التلفون ما في دول برود يا اخي، الله يستر غرزاتهم يا اخي. يا اخي بعد ذلك الله يا سلام، مش بلغ عديلته. ابلغ كيف يا اصلاح الطويله يا اخي؟ لازم اعرف مشى وين يا اخي، سرق ولا في دول خطفوا ولا عضاه كلب ولا جرى براو يا اخي، انا ما اعرف مشى ذاته يا اخي. اسمع، سمعت صوت مطر ولا انا تخليه ساكت؟ والله انا ما شفت غبار بس. انا سمعته والله. ضمن النار عندك كمان؟ انت في حراميه بتاع المواتر في الحله دي؟ هتقول لنا كده يا سالم؟
كده ارجع اشوفه، ارجع اشوفه في المطعم، مع انه انا متاكد 100% انك انت الموتر ده جدوه ولا لا جدوه ولا لا. هتنوم ولا شو انت؟ ما تتصرف. كده حاول اضرب لهم، حاول اضرب للناس اللي يمكن يرفعوا لك السماعه بعدها. يا اخي انا متاكد انه الموتر ده سرق من جوه البيت. الله، تذكرت وين؟ عرفت محله؟ ملاز وين يا اسلحه طويله؟ ملاز ما في البيت. ملاز ما في البيت، ملاز ديك بينها عامله جيد، قالت لنا دار سوق الموتر. يعني شنو؟ يعني ملاز ساقته؟ ما بعيد يا اسلحه طويله. والله ملاز لو ساقته تبقى كارثه. ده شنو؟ انت هسه مرقوك كيف؟ بالضمانة الحمد لله. يعني اشوف عملياتهم حاجة، يعني الحوادث اللي عملوها حاجة بسيطة، لكن الموتر اتلجن. لا شوفها؟ ما ساقلنا شوفها؟ كان ساقلنا شوفها؟ يا دولة شوف عليها لمن نبين مربكي في الموتر ده مش عبطنه كده زي قرنبع. شفت بس نبل متلملوه في سكر. الساعة الموتر بشوفها ده دقيتك الحيطة اشوفها ده الطير كده الف كون درسية. والله بس يا هو تشوف موتر غيرك يهون عليك موترك. الغريبة انت دوالي بتشبيك من المفتاح ما تنسو في الموتر امن المواتر ده شنو؟ والله ده معجبني. والله يا كامل لسه ما في حاجة معجباني الا انه انا خليت المفتاح في الموتر. يا اخواننا انا مش عارف سيد الصديق ده يا اخواننا قال دايرنا كمان راح توصل ربك يبروك لنا. واحد تصلح الموتر، اثنين مخصوم منهم اسبوع، ثلاثة حافز لمدة شهر ما في. والله ما عنده 2 ريال؟ انضرب. أربعة تدفع ثمن الوجبات. لكن الموتر ما كان فيه طلبات يا رئيس. الو ساخي النار معك لو سمحت. النار معك اوه 2 فراخ 3 سمكات كبار وكثره سلطات ورسل الحاجات مع سالمه. والنبي يا سالم هاتني معك فرختين وعليهم شويه رز. الله يخليك يا باشا، شكرا يا سالم يا حبيبي. ما كان في الدنيا ضيق ومظالم بس لو مرة سالم أيوة أيوة سالم دمين زمن حالم بس لو نسمع إيش ما نسمع. مرة سالم أيوة أيوة سالم دمين زمن حالم طيب ونزاهة حنان ومكار يا ريت العالم يشبع سالم. أيوة سالم يلا نشبع سالم. سالم دليفري مرقيقة عنده هو مرقيقة ما عنده هو مبدس الجول ما بخاف من زول مبدس الجول ما بخاف من ظالم.